على أي حال قرعة كأس العالم للشباب يبدو أنها ابتسمت مبدئيا على الأقل للأخضر الشاب الذي سيخوض النهائيات. المنتخب السعودي وقع في المجموعة التي ضمت إلى جانبه كرواتيا، نيجيريا، غواتيمالا. ولعلكم تتابعون هذه المواجهات التي ستكون للمنتخب السعودي، حيث يتعين عليه أن يواجه كرواتيا في 31 من يوليو، وثم بعد ذلك غواتيمالا في 3 من أغسطس، ثم في 3 أمام نيجيريا، والمباراة الثالثة ستكون بذلك. طبعا هذه المنتخب السعودي سيكون في هذه المجموعة، في حين المنتخب المصري وقع في المجموعة الخامسة مع البرازيل والنمسا وبنما. على أي حال لا أدري إن كانت طارق هذه المجموعة مريحة مبدئيا للمنتخب السعودي للشباب. نقول إن شاء الله مريحة، الأسماء تريح، ولكن الفعل أو أسماء المنتخبات إيه نعم. أنا لا أتفائل كثيرا إذا كانت الأسماء المنافسة أسماء ليست بذاك البعد البعد القوي جدا كرويا. شاهدنا في بطولة آسيا لعبنا مع منتخبات تعتبر متأخرة كثيرا مقارنة بالمنتخب السعودي الشقيقين السوري والأردني، وكنا تقريبا في المركز الأخير. نحن لا نعول كثيرا على قوة تلك الأسماء ومدى مكانتها الكروية، ولكن بالعمل الجاد والعمل الحقيقي نعم. أتوقع إن شاء الله، أنا أتمنى أنه نبتعد كثيرا عن نتحدث عن تلك المنتخبات والتركيز فقط على العمل الجاد. طيب.